فلوسها ورئيس مجلسها. هاي المشكلة اللي موجود دو من مشاكل كبيرة اللي قاعد يقصي فيها أصحاب المال بما فيهم أغلب المواضيع اللي ترعاها على الطبع واللي هو العائق الأول والكبير في ارتداء هذا البلد. السير إذا صار شرف الدين كعضو وبينصور احنا كان عندك الذهب المتبوع كان داخل معنا في المنظومة ينجم ياخذ سيفي بشكل الرسكلة ويشري مواطن التاجر ويعاود يرجعوا للدولة ويدور في الدولة الاقتصادية. ما تفاجئوا إلا النواب طيحوا هالمشروع هذا ولا الذهب المتبوع ما عادش عنده الحق يباع. يعني سيفي ما عادش عنده حق باش ياخذ. عندك ذهب متبوع، ذهب مطبوع عاودت انت خدمته ولا ما عادش مطبوع. أو الناس اللي عندك جات من برا كيف كيف جابوا ذهب كذبات، يعني العالم الكل يقول لك مرحبا بيك هنا في تونس يقول لك لا ما عادش عندك حق تاخذ. الدولة المفروض معناها باش توفر لأصحاب المهنة عنا ما يقارب 1700 صناعي كل صناعي مطالبة الدولة باش تعطيه 200 جرام كل شهر. وصلت عندها أكثر من 7 سنين تعطي في 50 جرام. محمد بعبيد رئيس الغرفة الجهوية لتجار مسوق بسوسة. احنا والله برشا اشكالات هي باش نلخصها هنا فيه. واحد عندنا اشكال متاع قانون 2005 اللي برشا فصول فيه تتعارض مع الوضع الحالي للمهنة متاعنا. قعدنا نقاسي فيه القانون هذا. والمشكل الثاني هو عندنا ان بروجي دو لوا مشروع قانون اون كور متعطلين فيه برشا. نورمالمون لو 25 ديسمبر كان باش يتعدى على المجلس الوزاري. توا ما محضرش ما تعديش على المجلس الوزاري ما حضرش. والجمعة اللي فاتت بعثونا ان بروجي دو لوا اللي هو اتعس من قانون 2005. دونك قاعدين نقاسيو في قانون 2005 اللي هو انكور. وكنا نتمناو في القانون الجديد مش يحل جوانح مع التجار والحرفيين مش تبدل المعطيات الكل. يا اخي حتى شيء ما تبدل. دونك احنا لنا نطالبوا بتسريع مشروع القانون يسرعونا فيه في الاتيود وياخذوا مقترحات نتاعنا بعين الاعتبار. معناتها مش انت تبعث لي مش نبعث مقترحاتي في الاخر ما تاخذ حتى شيء منهم. احنا طالبين مش نقعدوا مع المشرعين مش يسمعوا صوتنا وياخذوا بعين الاعتبار. احنا في الاخر طالبين قانون مش يحمي الناس الكل. فما زوج مشاكل هي تو في حكايه الذهب. عندنا الطابع اللي هي وسيله المراقبه نتاع الدوله. وسيله المراقبه هذه ما عادش فيها برا قاعده موجوده كان في تونس تنحى طابع من العالم الكل. اليات المراقبه تبدلت وتطورت. فما اليات جديده نتاع مراقبه تو. فما ديزاباري جدد تو بامور علميه تعطيك العيار بالضبط. فما ناباري تسمى سبكترومتر موجوده في العالم تحط قطعه الذهب تعطيك بالضبط العيار نتاعها. ما عادش اذا كان طابع وصل للدلس ما عادش فيها بالزي. قعدنا الوحيدين في العالم كامل اللي عندنا طابع هذا القانون. شوف الاجتماع بطلب الحرفيين كان الدور متاعي أني نسمعهم ونفهمهم. هذا قطاع حساس بالنسبة لسوسة قطاع حيوي وجي بلاد العربي والمسوق وناس مسكرة وناس كذا. دونك سمعتهم فهمتهم. فما ثلاثة اقتراحات مش نشوفوا القانون نسرعوا في القانون نحاولوا ندافعوا على الثلاثة اقتراحات هذوما هم معقولين. وثانيا مش يصير اجتماع مع وزيرة السياحة اللي هي مقدمة المشروع هذايا وإن شاء الله يحضروا ثلاثة من الإخوان اللي عارفين بالقانون. وإن شاء الله أني مقتنع اللي الاقتراحات متاعهم أمور معقولة وهذا هم أهل القطاع واقتراحاتهم مشروعة وتمشي حتى في مصلحة الدولة. وإن شاء الله نلقاو الحلول. أني مقتنع اللي بحضور المهنيين وبحضور النواب ومش نعمل معنا لوبينج في مجلس النواب ونقنع الخيان الاخرين باش يصير ضغط على وزارة السياحة وعلى الحكومة باش يسرعوا في القانون الجديد.